اصطف أبناء الجالية المصرية بالإمارات بأعداد كبيرة أمام القنصلية المصرية في دبي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة. وحرصت البعثة الدبلوماسية في دبي على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عمل لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج، خاصة مع رصد طوابير من الناخبين. وفي قطر توافد الناخبون لليوم الثاني على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما رفع بعض الناخبين علم مصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.